الآن خادم الحرمين الشريفين يتجه لتدشين قبة التعليم والتقنية، وتتضمن هذه المبادرات التعليمية والتقنية لمسك الخيرية يصحبه معالي الأمين العام لمؤسسة محمد بن سلمان مسك الخيرية الأستاذ بدر العساكر شارحا لخادم الحرمين الشريفين أهمية هذه القبة وما تحتويه، حيث مسك الخيرية تعمل على دعم العملية التعليمية من خلال إنشاء ورعاية مدارس وأكاديميات تتميز بمعايير تعليمية عالمية مثل مدارس مسك ومدارس الرياض، كما تعقد كذلك شراكات دولية للاستفادة من الخبرات الدولية المتميزة. خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، مستمعا إلى المشاركين في هذه القبة، قبة التعليم والتقنية والتي تتضمن المبادرات التعليمية والتقنية لمسك الخيرية. ومسك الخيرية تعمل على شراكات دولية للاستفادة من الخبرات الدولية المتميزة مثل الشراكة مع جامعة هارفارد الأمريكية والتي شملت اعتماد برنامج إعداد القادة، إذ حصلت كذلك مسك الخيرية على تفويض من الجامعة لتكون وكيلا لها في مجالات أو في مجال القيادات الشابة الناشئة في الشرق الأوسط. خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، مستمعا إلى المشاركين في هذه القبة، قبة التعليم والتقنية، متمنيا لهم التوفيق والنجاح إن شاء الله لشباب وشابات هذا الوطن المعطاء. الآن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله يتجه كذلك إلى قبة الفنون والثقافة والإعلام الإبداعي والتقني، وكذلك مسك الخيرية تؤمن بنشر الثقافة وهو سلم الصعود نحو النهضة والتقدم، ولطالما كان المستوى الثقافي بمثابة معيار لمدى الرقي الفكري للأفراد والمجتمعات. إذن خادم الحرمين الشريفين في قبة الفنون والثقافة والإعلام الإبداعي والتقني، مستمعا إلى شرح من المشاركين في هذه القبة كلا حسب تخصصه ومشاركته، وكذلك موجها لهم خادم الحرمين الشريفين ومخاطبا لهم، فأهلا بك يا خادم الحرمين الشريفين بين أبنائك وبناتك في هذه القبة والتي تحوي الفنون والثقافة والإعلام الإبداعي. إذن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله يستمع إلى المشاركين والمشاركات في هذه القبة. ولا زال خادم الحرمين الشريفين يستمع إلى هذه المشاركات القيمة التي تحويها هذه القبة في مؤسسة مسك الخيرية. خادم الحرمين الشريفين يحاور إحدى المشاركات في هذه القبة حنانا أبويا من خادم الحرمين الشريفين، أمده الله بتوفيقه وعونه بإذن الله. إذا لازلنا مشاهدين الكرام في هذه القبة، قبة الفنون والثقافة والإعلام الإبداعي والتقني، والآن خادم الحرمين الشريفين في هذه الجولة في مشاركة مؤسسة الأمير محمد بن سلمان مسك الخيرية، يشاهد مسرح مسك والذي يتضمن كذلك عروض وفعاليات طوال الثلاثة الأسابيع القادمة التي هي مدة هذا المهرجان، مهرجان التراث والثقافة 32. ويمر خادم الحرمين الشريفين بمنطقة عوالمنا المخصصة للصغار وما يقدمها هؤلاء الصغار من إبداعات ومن إبراز مواهب المتميزين منهم من جانب، وإيجاد منصة كذلك للإلهام وتشجيع الأطفال على الإبداع وتنمية مهاراتهم من جانب آخر.
خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بعد أن استكمل هذه الجولة لتدشين مشاركة مؤسسة الأمير محمد بن سلمان مسك الخيرية في مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة 32. الآن خادم الحرمين الشريفين يتجه لأخذ صور تذكارية مع العاملين والمشاركين من مؤسسة مسك الخيرية، صورة تعبر عن مدى هذه الألفة وهذه المحبة، وكذلك حرص خادم الحرمين الشريفين على مشاركة أبنائه وبناته هذه الفرحة. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وأمده بتوفيقه وعونه. الآن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله مغادرا مؤسسة الأمير محمد بن سلمان مسك الخيرية بعد أن دشن هذه المؤسسة في مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة 32. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وأمده بتوفيقه وعونه. حفظك الله يا خادم الحرمين الشريفين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.